من تكتل التغيير والإصلاح إلى تكتل لبنان القوي، حلة جديدة تضم التيار الوطني الحر، مؤسس حزب حركة الاستقلال ميشيل معوض، رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال إرسلان، حزب الطشناق، وعددا من المستقلين كنعمة فريم وفريد البستاني. ارتفع عدد تكتل من 24 عضوا إلى 29، 18 منهم من التيار الوطني الحر، وأحد عشر يتوزعون بين حلفاء ومستقلين. تحالفنا يلي هو قلنا تحالف أبعد من تحالف انتخابي، هو تحالف ليكون ضمانة فعلية للجبل بالمصالحة وبالعودة، وهذا رح يكون شغلنا المستقبلي من خلال كتلة ضمانة الجبل يلي بترأسها المير طلال، من خلال تكتل لبنان القوي يلي كلنا سوا رح نكون فيه ندعم العهد وندعم الجبل وندعم كلنا سوا استعادة الحقوق للمسيحيين وللدروز بالجبل. أنا متحالف على رأس السطح مع الإخوة الكرام في التيار الوطني الحر، وهذا التحالف هو تحالف سياسي بامتياز لدعم العهد ولدعم أبناء الجبل بكل ما يعني الجبل من إنماء وازدهار وسلام، لأنه فعلا الجبل دفع أثمان باهظة. التكتل عقد اجتماعا أوليا في مركز التيار الوطني الحر في ميرنا الشيلوحي. رجع لورا ما فيه، في روحة إلى الأمام، في تحسن، رئيس ضعيف ما بق فيه، من هلأ ورايح في رئيس دايما قوي، قانون انتخابي ما بيمثل ما بق فيه، نرجع لورا بناء نشوف كيف نرفع العدد لستين ولا 64. فنحن حراس لح نكون للمسائية، للشراكة المسائية، للتمثيل الفعلي، للعدالة، للمساواة بين اللبنانيين، ورح نكون حراس على حقوق كل الناس، نحصلها يلي مش محصل ونحافظ على اللي اليوم محجوب. حضرتك شددت بالتصريح وكررت كذا مرة كلمة حراس، فحتكون حراس ما بينعسوا يعني كمان هيدا رد بمحل معين على علوات لبنانية، خصوصا وانه صارت كلمة حراس مختلفة. منيح كلنا سوا نعمل حراسة للوطن. ليك تعرف شو اهم شيء هلأ؟ نحنا انا بشكل واضح نحنا بمرحلة جديدة، نحنا تحملنا كتير كتير ظلم تنحافظ على المصالحة، ايه، ونحنا مستعدين بعد نحمل ونضحي. وانا قلت نحنا من اللي ساعيين وفرحين بأي تقدم حقيقي شعبي، هيدا صح التمثيل، بس ياريت منتناوب بين بعضنا وعن بعضنا بالشي الإيجابي. الحاضرون احتسوا كأس الفوز، واعدين أن ينسوا المواطنين كل الكؤوس المرة. غدي بموسى، قناة الجديد.